بتعليمات ملكية فورية، عزيز أخ نوش يطير إلى نيويورك رفقة بوريطة. بتعليمات من صاحب جلالة الملك محمد السادس، يترأس رئيس حكومة السيد عزيز أخ نوش الوفد المغربي للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك. ويرافق السيد أخ نوش خلال هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. وستتميز الجمعية العامة 77 للأمم المتحدة التي تنعقد حول موضوع لحظة فارقة، حلول تحويلات التحديات المتشابكة في الفترة من 13 إلى 27 شتنبر الجاري، بإطلاق نقاش رفيع المستوى يوم الثلاثاء. سيعرف مشاركة رؤساء الدول والحكومات والعديد من المسؤولين الآخرين. كما ستنكب هذه الجلسة على دراسة العديد من القضايا المتعلقة أساسا بأزمتي الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى حالة الطوارئ المناخية والجهود المبذولة لإعطاء دفعة جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وعلى هامش هذه الدورة للجمعية العامة تنعقد قمة رافعة المستوى حول تحويل التعليم بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي ستتوج باجتماع للقادة غدا الاثنين يخصص لمناقشة حلول والسبل الكفيلة بتغيير أنظمة التعليم وبالتالي الحفاظ على مستقبل آلاف الأطفال حول العالم. نشكركم على حسن المتابعة.